متابعة لفقراتنا مع محطتنا التالية روى وعصحة السلامة، رح نتطرق إلى موضوع مهم جدا للسيدات، موضوع زراعة الرحم. صباح الخير. صباح الخير غادة، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. موضوع دقيق جدا. صح وجديد، واكيد بعده طور الابحاث والاختبارات والتطوير. بنعرف صار في كثير تقنيات مساعده على الحمل، منا التلقيح الاصطناعي، منا الانسيمينيشن اللي هو اعطاء الحيوانات المنويه للمراه مباشره، في كثير طرق وعلاجات عم بتكون. صار في تطور بالعلم، بلش بالسويد، والحقيقه هي طبيبه لبنانيه مع طبيب سويدي بلشوا بهالابحاث على انه زراعه الرحم، يعني كيف مثلا نعمل عمليه زرع كلى، عملية زرع أي عضو من الأعضاء. ففكروا أنه ليه ما بيكون في نقل لهالرحم، زراعة للرحم للسيدات اللي ما عندهم رحم، يا أما لأسباب خلقية يا أما لأسباب مرضية معينة اضطروا يعملوا عملية وتم استئصال الرحم بصورة نهائية وبعدهم بسن الإنجاب. فبهالحالة كيف فينا نساعدهم؟ فبلشوا على هالأبحاث بالأول بالمختبرات على أكيد حيوانات بالمختبر، ووصلوا تطوروا بالتجارب إلى أن وصلوا للقرد، فنجحت العملية بزرع الرحم وبلشوا يجربوا كمان على الإنسان. فالسويد هي رائدة بهالموضوع. كيف بتصير زراعة الرحم؟ هي عملية معقدة جدا طبعاً، ودقيقة يعني جدا طبعا، شغلة صغيرة يعني، صح، شغلة كتير كبيرة، تواصل مع كتير أعضاء بالجسم صح، وحتى نقلة يعني عم بيكون أخذ الرحم يا إما من الأم يا اما من الاخت يا اما من شخص قريب جدا، وبيتم زرع الرحم بالمراه اللي هي ما رح بتكون بيوم من الايام باطار يعني تبرع بالاعضاء او شيء. ما بعرف اذا بعد وصلوا له، لانه بعده هو بعده علم جديد، بعده لازم يكون حدا قريب، لازم يكون حدا قريب. وبعد في الجانب الاخلاقي، الاثيكال بارت، يعني في الجانب الاخلاقي اذا بيتوافق عليه ولا لا، فهذا كمان بعده قيد الدرس والنقاش. هلا بسويد العمليات اللي انعملت هي على 9 سيدات، 5 منهم انجبوا ومشي مشي الحال، 2 منهم هلا حامل بمرحله الحمل ووضعهم جيد جدا، و2 منهم فشلت العمليه. بكليفلاند بامريكا كمان جربوا هالعمليه وفشلت، فاذا بعد في دراسه عليها، بعد بحاجه للتطوير. ما في عمليه بالمطلق، صح، فينا نقول 100%، يعني في اجسام بترفض، ما بتتقبل، يعني كمان مش دائما النتائج طبعاً. فمن هيك بنقول هيدا مجال واعد جدا، يعني كثير واعد وبيعطي امل لكثير من السيدات اللي بنقول اذا ما في رحم يعني ما في حمل، لا، صار ممكن يكون في رحم وممكن يكون في حمل، فهذا موضوع واعد جدا، لكن طبعا بحاجه لاختبارات وتجارب ودراسات اكثر ومستمره، يعني هالشيء مستمر اكثر، فشوفي قد ايه العلم فعلا عم بيتطور. يعني بتريح اكثر، لانه بفتره من الفترات صاروا يروحوا على الام البديله اللي هي بتحمل وبتعطي الولد، وبعد صار فيها عمليه مشاكل لانه لا هيدا ابني مش ابنكم، يعني الى اخره. فصار في امور كثير، بفتكر كمان بتخفف كثير من الاشياء النفسيه على طبعا الموضوع. والضغط. هلا اللي صار بلبنان انه تم توقيع اتفاقيه بين جامعه جوتنبرغ بالسويد ومستشفى ومركز بلفيو الجامعي بلبنان، اتفاقيه على انه يصير في اختبارات لزرع الرحم، واذا بده يتم اجراء هالعمليات بالشرق الاوسط وشمال افريقيا وتركيا بدها تكون بلبنان، فهيدا اكيد انجاز كثير مهم. طبعا تم توقيع هالاتفاقيه بحضور وزير الصحه، ولكن هلا ناطرين اكيد الجانب الموافقه على الجانب الاخلاقي للموضوع، لانه مثل ما قلت في الجانب الاخلاقي فيه بعد عم بيتم دراسته لحتى يتم الموافقه عليه، فلما بيتم الموافقه عليه ممكن نصير يعني نقول انه نحن بلبنان
قادرين نعمل هالعملية. والأطباء المتخصصين الجانب الأخلاقي مين بده يوافق عليها؟ اللي عم نحكي ديانات أو عم نحكي اللجنة المختصة بالوزارات المعنية، يعني وزارة الصحة والجهات المختصة اللي بدها تعطي الموافقة عليه. وهلأ الأطباء بهالمرحلة المختصين عم بيتمرنوا على هالتقنية، لأنه مثل ما قلنا هي عملية صعبة معقدة منا سهلة، فبحاجة لتدريب. عم بيكون التعاون مع أطباء بالسويد لأنه هن الرائدين بهالمجال وعم بيتم التدريب عليهم. على كل نحن غطينا يوم توقيع الاتفاقية وعملنا شوية لقاءات مع الأطباء الحاضرين، فمنشوف التقرير سوا. احنا بلشنا بال 99 بعملية زرع الرحم. عن الأول شي بلشنا بالحيوانات، بس اجتنا الفكرة هيدي، وأكيد من حيوانات صغيرة لحيوانات أكبر، وبس نجحوا العمليات هودي. فبال 2012 عملنا أول عمليات على الإنسان بالسويد، أخذنا الرخصة فيها وعملنا 9 عمليات، و7 من العمليات هودي نجحوا، واليوم عندنا 5 أطفال خلقوا من رحم مزروع بالسويد. فمن بعد ما فرجينا هالنتيجة العالية صاروا كتير يعني صارت ضجة عالمية، فكتير سنترات بالعالم كانوا عم يتبعونا خلال هالسنين اللي كنا عم نشتغل فيهم بالأبحاث إن كان أو اللي عملنا وقت اللي عملنا العمليات على الإنسان، فعملوا كونتاكت معنا إنه حابين كمان يبلشوا بهيدا الشيء. فأنا من الشرق أكيد واللبنانية، فحبيت إنه جيب هالفكرة للشرق الأوسط، لأنه من بعد ما حسبناها إنه تقريبا في عنا اليوم فوق ما يقارن فوق 100,000 امرأة بالشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا يلي بحاجة لزرع عملية الرحم. هذا إنجاز كتير مهم بالناحية الطبية، ما في شك بده يكون في تقنية جراحية، بده يكون في تقنية مختبر، في يعني في بتحقق حلم كثير من الأشخاص اللي بيحلموا يصير في عندهم حمل ومش عم بيقدروا. في عندنا نوعين من النساء اللي بحاجة ليخضعوا لعملية زرع الرحم. أول شيء هن اللي بيخلقوا بلا رحم، وعندنا اليوم نعرف نحن إنه في وحدة من كل 4500 بنت بالعالم بيخلقوا بدون رحم. وفي عنا منهم التانيين اللي عندهم رحم بس بنشيل لأسباب معينة، مثلا كانسر أو نزيف أو أشياء تانية، أو مثلا ليف. وفي عنا النوع التاني اللي عندهم الرحم ولكن مش فعال. بيخلقوا بلا رحم اصلا ما عندهمش بليدينغز، يعني كل شهر، فبتصير عندها بليدينغز كل شهر، بتحس حالها كامراه بحقه حقيقي، وبعدين بتمارس حياتها طبيعيه. بس في شغله انه اكيد من بعد زرع الرحم بدها تخضع لادويه، بدها تكون تنعطى ادويه مشان ما يصير عندها رفض للعضو هيدا بجسمها. اجمالا بنفضل اذا الام فيها تعطي لبنتها او الاخت لاختها إذا كان متوفرين، وإلا في حال لحدا يعطي. الكلفية ما تحددت مزبوط، بحيث بنعمل هيدا مثل دونيشن بروجرام، يعني كله بعده دراسات ما تحددت، بس أكيد بدها تتحدد وأكيد بيكون في مساعدة بعتقد من الوزارة. مثل ما شفنا غادة، يعني عن جد موضوع واعد جدا، بنتأمل انه فعلا يكون نسب النجاح عالية وتقدر اكبر عدد من السيدات تستفيد منه اذا كان عندها حالة عدم وجود رحم، يا اما لأسباب خلقية يعني بالولادة، يا اما نتيجة وضع صحي بس معين. بس مثل ما سمعنا يعني بالريبورتاج، يعني بروسيدجر منها هيني، لان فيها قبل وفيها بعد. طبعا في ادوية وفي ادوية، وقديش يعني بدهم يعطوا مجال حتى تتقبل، تكون انه اكيد 100% تتقبل هالعضو الجديد. صح، ايه اكيد. صح.
الولد ويكون فعال ماشي تمام وبعدين حتى يصير في حمل. طبعا يعني شغله منا سهله، لكن هلا كمان بدنا نشوف التكلفه، لانه كمان عم بينحكى عن التكلفه قد ايه ممكن تكون وقد ايه رح تتغطى من قبل وزاره الصحه، من قبل الجهات الضامنه، قد ايه رح يكون في دعم لها. فهيدا كمان كله بقيد التطوير. يعني نحن المبسوطين فيه هو الانجاز العلمي وانه لبنان عم بيواكب التطورات العلمية، وعم بيكون لما تنطلق هالتقنية هاي بالمنطقة بيكون لبنان هو المركز لحتى يتم إجراء هالعمليات، وهذا بحد ذاته إنجاز كتير كبير لنا. هلا بفتكر بما أن وزارة الصحة كانت موجودة يعني على التوقيع الاتفاقية وهيك، مفروض انه صح يكون في متابعه، يكون في متابعه حتى يكون مش اقل كلفه، بده يكون اكيد في كلفه، كل شيء جديد، كل شيء هالقد معقد طبعا تقنيه عاليه في صح. ادويه الى اخره بعدين وهيك اكيد رح بيكون فيه كلفه منه هي، بس بيكون في جزء يمكن ممكن مغطى صح نتامل هذا اكيد هيدا. اكيد على كل بدي اختم بنقطة انه خلينا نشوف قديه صار العلم متطور وقديه صار عم بيخاطب كل حالة بحالتها، وهيدا هو اذا فينا نقول المبدأ الجديد للطب اللي هو personalized medicine او الطب الشخصي، يعني موجه لكل شخص بحد ذاته بوضعه بحالته اللي هي مختلفة عن شخص تاني، واللي بيناسب الشخص ألف ما بيناسب الشخص بي ما بيناسب الشخص جيم. هيدي كتير مهمة وهيدا هو المنحة الجديد بالطب اللي هلأ كل العالم عم بيتبناه، ونحن أكيد عم نواكب هالتطور هيدا، إنه كل حالة بحد ذاتها عندها خصوصيتها وعندها الوضع والعلاجات اللي بتناسبها. فصارت الخيارات كتير كبيرة ومتنوعة وصار فينا نختار ونشوف أي الأنسب. إذا ما نرجع هيك شي 20 أو 30 سنة لورا، كنا أوقات وقت نحضر هيك فيلم ساينس فيكسيون نولف حاطين افكار غريبه بهالفيلم، معقول تصير بمرقوله وما بعرف شو بيعرفوا كل شيء فيه امراض بيشيلوا بيحطوا بيعملوا عمليات سريعه، انه شو مش معقوله خيال بالخيال، عن جد كانت بالخيال. اليوم صح. في كثير اشياء عم تتطبق من هالامور هاي، لانه الانسان بده بالاراده كل شيء طبعا والابحاث العلميه. نرجع نلتقي فيك اكيد بكره ان الله راد بمواضيعنا الجديده الصحيه، رح ناخذ بريك، خليكم معنا.